صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا كاع ملاح وفرحانين. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم عشاء رومانسي بأقل تكلفة، وراح ندير لكم ديسير كريم ديسير بذوقين مختلفين، فاني وشوكولا. نروحوا مع بعض لطريقة التحضير. المنيو ديالنا اللي هو اللي مش راح ندير، حندير دي كروكيت تاع شوفلور. كما راكم تشوفوا راني ديت نقي في الشوفلور ديالي، مش راح نديرو كامل بيان سور، ندير كميه على حسب افراد العائله. هنا بعد لي نقيت الشوفلور ديالي، نحيلو هذاك التحتاني باسكو يجي شويه عاصي، ما يطيبش مليح. نقيو هكا بالعقل وندير قطرات تاع الخل في هذاك الماء اللي راني دايره فيه الشوفلور ديالي. كما راكم تشوفوا نشلل كامل الكميه ديالي ونخليها تتغلى، غليتها ما فورتهاش باش تجيني العمليه اسهل. كما راكم تشوفوا هنا راح نرافق الطبق ديالي بهادو البولي، درتو شرائح، كان عندي ستر تاع الدجاج، ونسحق لا ماريناد لا موتارد والكركم زنجبيل وملح وراس الحانوت وقطرات من الليمون. يعني استسمع عفوا، ونديرو قطرات من الزيت. نديرو البولي ديالنا في ريسيبيون ونديرو له هذيك لا ماريناد ونخلوه يتشرب. كي نديروها نخلوه يتشرب في الفريجيدير باش قد ما يريح يجينا بنين. كيما راكم تشوفوا راني ضفت القطره، بعض القطرات فقط من الموتار. ونزيد ملعقه كبيره تاع الزيت. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي على الطابليه راهي تعاون فيا، مازال تعاون فيا. هاي ليك الشكل ديالها كيفاش دايره، دي خدتها لي ماما. نخلط البولي ديالي، لي سكالوب تاع البولي ديالي، ونغطيهم بابي فيلم ونديرهم في الفريجيدير يتشربوا. هادو راح نديرهم مع لي كروكيت هادوك تاع الشوفلور، وندير معاهم ماسيدوان وشلاضه. وهنا كما راكم تشوفوا راني حندير الروز ديالي باش ندير به لا ماسيدوان. هنا كنت شللته بيان، نحيت له كامل هذاك النشا ديالو البيض، هذاك هو اللي يخلي الروز يجينا معجن، وخليته نشوفو. هنا كي يغلي الماء ديالي نرميه ونخليه يغلي واحد 5 دقائق ولا ونقص له باش تجينا كل حبه وحدها. ونروحو نوجدو الكريم دي ساغ تاعنا مع بعض. والوصفه واش فيها؟ فيها 2 صفار بيض، هنا 5 ملاعق سكر حرش، 5 ولا 6 على حسب الذوق، و3 ملاعق تاع لا مايزينا معمرين مليح، وليترة تاع الحليب، الحليب اي نوع ماشي شرط كونديا، ديرو تاع شكاير عادي ولا فاني باش نحو ريحه صفار البيض. وعندنا قطع من الشوكولا ما يهمش شحال، ديرو هكا بي بري درت انا برك واش كان عندي. وتقدروا تعوضوا الشوكولا ب هذيك تاع اللي ديروها في الحليب تاع الدراري، راح لي اسمها كالعاده ننسى، ولا غير راح لي الاسم ديالها نوفا ولا وصافي اسمها. هذيك تقدروا ديروا ملعقتين كبار، نديروها الحليب في الحليب الدراري. هنا في ريسيبيان نضيفوا السكر تاعنا، سكر حرش عادي تاع القهوه، ونزيدوا لا مايزينا ديالنا، ونزيدوا لافاني. لافاني كيما قلت لكم باش تنحنا ريحة صفار البيض. ونضيفوا شويه تاع الحليب من هذيك اللي تاعي قلت لكم عليها، نضيفوا حوالي شويه برك قسم، نخلطوا الميلونج ديالنا ويذوب لنا السكر والخليط هذا يتخلط كامل مليح.
دوكا نزيد الكمية تاع الحليب ديالي، وهاد الميلونج كامل يروح فوق النار باش يعقد. هاد الكريم دي ساغا يجي بزاف بنين، نتمنى انكم تجربوه، يجي هايل. هكذا نديرو تحليه للسهره ديالنا اللي قلت لكم عليها، ونلقاو واش ناكلو بعد العشاء. هذا قدمت خلوه يبرد يجي شباب. هذا مليح توجدوه قبل ما توجدوا العشاء. انا كنت حطيت عشاي يطيب باش وليت ليه، معليش. هنا كما راكم تشوفوا حطيته فوق النار، شوفوا النار كيفاش، ماشي قاويه بزاف ومشي ناقصه، كامل متوسطه. بديت نحرك فيه وما نحيتش يدي كامل عليهم فوق النار. هنا كما راكم تشوفوا راني داير عشاي يطيب، ونخلوه يتقالنا ورانا بالفوي. هنا بعد اللي تقال لي الخليط ديالي واش ندير، شوفوا القوام ديالو كيفاش يجي. شوفوا ما تخلوش يتقال بزاف وما تخلوش خفيف بزاف، جوست يبدا يتقال نحوه فوق النار. هنا نقسم الخليط ديالي الى نصفين متساويين، نديرهم متساويين. وميلونج واحد نخلوه بذوق الفاني، وواحد نضيفه له الشوكولا، قطع من الشوكولا او الشوكولا تاع الحليب، هذيك لابودغ اللي تجي كاكاو حلو، نضيفه ملعقتين كبار. هنا نخلط بسرعه باش الشوكولا ديالي تذوب. بطبيعه الحال كي تكون سخون الميلونج ديالي يذوب لي بالخف الشوكولا ديالنا. ودوكا شوفوا الطريقه اللي ندير بها باش يجوني لونين مختلفين في نفس الكاس. نفرغوا الخليط ديالنا، الخليطين، شوفوا الطريقه في نفس الوقت ونحبس في نفس الوقت. هذا الاول ما جاش شباب، جا شويه. الدوزيام يجي شباب، نزيد معكم كاس واحد اخر. نفرغوا في نفس الوقت، شوفوا فوالا يجي الشكل ديالو كيما بنينا اللي نشروها. مي قد ما تخلوه يبرد يجي هايل، يجي الكو تاعو بزاف بنين. تقدروا ديروا شوكولا وحده بصح هكذا يجي شباب. ما تقدروا ديروه يعني للضياف كي يجوكم بعد العشاء ولا غير هايل. هنا كيما راكم تشوفوا بعد اللي درت التحليه تاعي طيب، صفيت قطرت شوفلوغ ديالي. انا كنت ضفت مع حبيبه تاع زروديه، غليتهم معاه ودرتهم بلا فورشيت ولا بهذه اللي عندها تاع البطاطا، هذه توازي بها. علاش زدت زروديه؟ كما على بالكم دراري صغار، انا وليدي ما ياكلش الخضره، درتها له هكا باش ياكلها. ما حنايا كي مليحه علينا الخضره. زدت فص تاع الثوم عفوا، نزيدو كميه تاع المعدنوس. وهنا واش عندي؟ عندي الكمون كما على بالكم، الشوفلوغ فيه بزاف لي غاز. الكمون، وعندي راس عفوا الكركم، وعندي ملعقه اكل تاع طماطم مصبره. هاد لي كروكات يجوا بزاف بنان. ونزيدو ملعقه صغيره تاع لا موتارد. اللي ما عندهاش لا موتارد واش دير؟ دير قطرات من عصير الليمون، يعني ماشي شرط كي نشوفوا وصفه يعني هكايا قالوا لنا لا موتارد لازم نديروا لا موتارد، نسيو حنا نديروا اللمسه ديالنا، نبدلو شويه. هنا ضفت الحبه تاع البيض ديالي، ونخلط الميلونج تاعي بيان حتى يندمجوا لنا كامل المكونات مع بعض. هنا نديروا الفرينه نضيفوا. انا هنا شحال درت ملعقه، وزدت ملعقه صغيره تاع القهوه خميره الحلويات. والفرينه باش نقولكم، يعني انا هنا في البدايه ضفت ملعقه ونصف تاع فرينه فقط. وما كي جيت نقلي عياوني، ما عجبونيش، جاوا بزاف متلوقين.
واش درت؟ عاود زدت لهم ملعقه ونصف واحده اخرى. معناتها داولي 3 مغارف كبار، لازم تعمروهم بيان، يجوا مقببين تاع الفارينه. 3 مغارف كبار باش لي كروكيت تاعنا ما يجوناش واعرين فكي نقلبوهم، واذا طريتوهم بزاف يشربوا لكم الزيت. يعني كان نصيحه مني انا، ديروا ابي بخي يعني ماشي شرط. هاد الكميه كيما درت انا، ديروا حوالي 3 مغارف الى 4، يعني حسب الخليط تاعكم، على حسب الحجم تاع البيض، وعلى حسب. انا كنت مازال ما ضفتش الفرينه كامل. هنا راح نبدا نقلي لي كروكيت ديالي. كيما راكم تشوفوا في المقله الاخرى، راني دايره لي سكالوب دوبولي تاعي يتقلى، وكان قريب العشاء. هنا كيما راكم تشوفوا، بعد قطعت التصوير ورحت زدت الفرينه. هنا كيما راكم تشوفوا درت ماسيدوان عادي، درت لها بيض مغلي ولا لافينيغرات شويه معدنوس وخلاص، هذا واش كان عندي. ودرتهم في هاد لومبورت بيس تاع الكور، يعني وهذا هو عشايا. اسمحوا لي ما قدرتش نصور لكم كي درت الشماع وكامل. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هذا هو الطبق تاعي بعد اللي زينته، وبالك تدوا افكار نتوما ثاني ديروا عشاء رومانسي، وعلاش لا، هكذا مره على مره نبدلوا، ماشي كل يوم نفس الروتين. وهذا هو الكخان ديسير ديالي، ان شاء الله يعجبكم. ونقول لكم نحبكم بزاف يا مشتركاتي، ونحبكم بزاف اللي تخلوا لي كومونتير شابين. الى فيديو اخر ان شاء الله.